وتنبيه هنا فائدة أن النساء لا يتبعن الجنائز، كما قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أخرجه البخاري ومسلم. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا في هذا الأمر، لكن الشاهد من هذا أن اتباع الجنائز أيضا من حق المسلم على أخيه المسلم.